لي أي موبايل تستخدم أقول لك من أنت. هل بتعتقد أنه هالمقولة ممكن استخدامها على هذا النحو بأيامنا؟ فبين نوع الموبايل، الرني، التطبيقات والأكسسوارات، صارت حياتنا كلها متوقفة على هالجهاز. بمرور الوقت وبالعشرة، تليفونك المحمول مش بس بيبقى جزء مهم في حياتك، ده كمان بيبقى شبهك. وأول أوجه الشبه دي رن تليفونك. بختار نغمة موبايلي على الحالة اللي أنا عايش فيها. عمرو دياب، أواليل وعزة. عشان عموما بحب الأفلام الهندي، بحب أغانيهم جدا، فدايما يعني نغماتي كلها كده. النغمة إسلامية، محبش أي نغمات تانية خالص. فرداجة فرداجة، أنا بحب الأغاني الشعبي وكاشكي أكتر. روحي واخداني بتاعت مش فاكر مين، أصالة. دعاء دعوة للمسلمين كلها يعني. حتى نغمة كده كمان جا. يلا كورة، ساوند كلاود، كيف ده اللي بدخل عليها الابلكيشنات وكده، التويتر، فيسبوك، العاب، فيسبوك، الفايبر والتويتر والياهو والفيسبوك والايمو، ابلكيشنز دينيه والفيسبوك والساوند كلاود، فيسبوك، واتساب، فايبر، يعني فيسبوك ماسنجر، واتساب، لاين، فيسبوك، واتس، فايبر. عندي الفيسبوك والواتساب والساوند كلاود وبرنامج صور بعمل عليه اسمه بيكسار. استخدامي كل الموبايل ان انا استخدمه كاكونتات للشغل. بيعبر عن جزء من شخصيتي، لان انا عصبي فمش عايز حاجه تهنج معايا، لان لو هنجت معايا هرميه. التليفون ما بيعبرش عني، التليفون وحاجه كلها بتعبر عن شخصيتي. حاجتي انا الموبايل اللي بيعبر عن شخصيتي، عشان كده مختار في كل حاجه انا بحبها. التليفون بيعبر عن شخصيتي. التليفون بيعبر عن شخصيه المسؤول. التليفون بيعبر عني. انا بحس ان التليفون من غيره ما بقاش انا موجود اصلا. وكمان بيدلك بسهوله على اكتر حاجات بتحبها. اخترت الكفر ده عشان حابب شكله ولونه. انا بختار تليفوني على اساس الحاجات اللي تريحني. بختار بطاريه كويسه، بختار اندرويد سريع، بختار شاشه كويسه، تاتش كويس، عشان هو شيك يعني، اللون كويس. ما اختار الكفر ده عشان مصر كاتبه ايجيبت، عجبني الجراب ده يعني فاشتريته. بحب عموما دايما اللون البينك، وبحبه مقفول دايما عشان يحافظ على الموبايل من كل النواحي.